انتي ما صليتيش ليه يا سالم؟ وانتي مالك انتي اصلي ولا ما اصليش؟ انا حرة يا ماما، في ايه؟ لا يا حبيبتي انا بنصحك بس عشان خايفة عليكي والله. خايفة عليا؟ قلبك فيه الخير. انتي بس كل لما تحسي ان حسام قرب يجي من الشغل بتقفي تعملي الشويتين بتوع الايمان وتصلي ومش عارف ايه، تمام؟ عشان بقى يقول عليك انك مؤمنة وكويسة والكلام ده. لا يا حبيبتي انا بصلي عشان خاطر ربنا مش عشان حد. لا يا حبيبتي انا فاهماكي كويس، انتي هتموتي وتاخدي حسام مني عشان بيحبني اكتر منك، صح؟ نعم يا حبيبتي. مين يخطف مين من مين؟ انتي ناسية ان انا الزوجة الاولى وانتي التانية؟ التانية بس الاحلى. انت عاوزه ايه مني تاني؟ مش كفايه انك كنت صاحبتي وفضلتي تتلوني لغايه ما خدتي جوزي مني؟ ايه ايه في ايه؟ ستكم جايه داخل الشارع هتطلعونا. شفتي يا حسام يا حبيبي؟ شفت نوها عماله تعمل فيا ايه؟ عماله تبهدل فيا من الصبح، عماله تهزقني وتهني من الصبح، ليه كده؟ حرام عليكي يا شيخه. انا كدابه يا مستفزه انت؟ انت حرام عليك، انت عاوزه مني ايه؟ وبعدين معاك يا نوها، انا مش قلت لك 100 مره مالكيش دعوه بسالي وما تضايقهاش؟ والله العظيم يا حسام انا ما عملتش حاجه، ليه بتكذب؟ والله العظيم هي اللي كدابه، على فكره عماله تهزق فيا من الصبح وتهن فيا وتقول لي انا الاولى وانت التانيه، وحسام دوت جايبك من الشارع يا بتاعت الشوارع، ينفع كده؟ انت اتجننتي يا نوها ولا ايه؟ انت ازاي تقولي كده لسالي؟ والله العظيم يا حسام انا ما عملتش اي حاجه، دي كدابه، دي بتكذب والله. لا مش كذابه يا نوها، وانا مصدقها وعارفك ان انت على طول مستقصداها. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عشان انت على طول ظالمني. معلش يا سالي بقى عشان خاطر ما تزعليش، انا عارفك اللي انت مستحمله ده كله ده عشاني. والله يا حبيبي كله عشان خاطرك انت بس، وحياه ربنا عشان عيونك يا حسام. انا هعرف اتصرف معاها بعد كده، بس خلينا بقى في المهم، انا جاي من الشغل هموت من جوه والله، واقع. هعمل لك ايه؟ بس بقى 5 دقايق وهعمل لك اكل هتاكل صوابعك. طب يلا بسرعه يلا. اوكي هنخلص. ايه ده انتوا رايحين فين؟ اخر جيم في حاجه؟ طب وانا هتسيبوني لوحدي؟ وايه المشكله لما تسيبك لوحدك يا حبيبتي؟ هو احنا ناقصين وجع دماغ ولا ايه؟ نشم هوا نضيف شويه بدل القرف اللي احنا فيه. طب معلش يا حسام هدخل البس بسرعه واجي معاكم. بقول لك ايه يا نهى، مش ناقصه وجع دماغ، انا خارج انا وصلي عشان نروح على نفسنا شويه. يا نهى خارجين شويه كده هندخل السينما. طب وانا ذنبي ايه؟ حرام عليك يا حسام انت كده ظالمني معايا. يوه انا زهقت من وجع الدماغ ده. طب خش يلا انجزي والبس بسرعه. ايه تدخل تعمل ايه بقى؟ ان شاء الله اليوم دوت بتاعي انا وليا انا لوحدي، انا مش عايزاها تيجي معانا اصلا. طب خلاص يا سالي خلاص. ايه بقول لك ايه يا حسام، ماليش دعوه ده اليوم بتاعي. طب ايه دي بقى؟ خلاص بص يا نوع انت شكلك كده عايز تبوظنا اليوم، انا هخرج انا وصلي النهارده وانت بقى ايه هخرج معاك في يوم تاني. طب خلاص يا حسام روح انت وانا اقعد هنا لوحدي، تحبي بس اعمل لك اكل قبل ما ترجع. يا نوع خلاص اعمل اي حاجه بسيطه وخلاص. لا يا حسام انا وانت هناكل بره مع بعض، هي بقى تقعد هنا لوحدها تاكل. خلاص يا نوع اعمل اي حاجه بس ايه على قدك انت، واحنا هناكل بره انا وسالي. يلا سالي يلا. كان يوم جميل قوي. كان يوم حلو قوي على فكره. ايه ده انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ وانت مالك يا حته اتاخر بره ولا لا؟ ما تعكنيش علينا اليوم بقى، احنا جايين مبسوطين. يلا روح حضر العشاء. انت مش قلت يا حسام ما تعمليش اكل وهتاكل بره؟ هو انا لازم اقول لك اعملي؟ ما تخلي عندك نظر، انشغلنا في الخروجه يا ستي. ايه ما ناكلش؟ مش قلت لك يا حسام دي لا تنفع اصلا لا زوجه ولا حتى خدامه. بقول لك ايه، يلا بينا ندخل ننام احسن لنا. يلا. لا بقى اليوم ده بتاعي انا. حرام عليك يا حسام انت قلت عمرك ما هتظلمني، النهارده اليوم بتاعي انا. خلاص بقى كفايه نكد. معلش يا سالي حقك عليا، معلش ده اليوم بتاعها عشان ما اظلمهاش بالله عليك. لا يا حسام مش هينفع كده، بجد اليوم كده هيبوظ، احنا جايين مبسوطين من بره. يا حسام بلاش تظلم في كل حاجه كده، حرام عليك بقى. خلاص خلاص كفايه ذنب. بقول لك يا سالي اليوم ده بتاع نوح، خلاص مفيش كلام تاني، وانت ولا تتكلمي معايا ولا تبصي لي ولا عاوز منك اي حس، تنام وانت ساكت. يلا دان. احنا نرجع فرحانين كده من بره وانت تاخديه كده مني بسهوله؟ ماشي يا نهى هوريكي. خلاص حضرت لك فلوس الجمعيه، ايه بعتت لك محمد ياخدها بقى. يلا سلام. ايه ده فلوس فين؟ فلوس راحت فين؟ يا سالي يا نهى. ايه يا حسام؟ فين فلوسك؟ كانت في المحفظه بتاعتي. والله ما اعرف، انت كنت نايم في اوضه نهى وانا كنت نايمه في الاوضه بتاعتي. انت قصدك ايه يعني بالكلام ده؟ والله انا قصدي واضح يا نهى، وانا ماليش ذنب، زي ما كده الانسياز بتاعي ضايع من اسبوع وانا ما رضيتش افتح بقي عشان خاطر حسام. يعني انت خدت الفلوس والانسياز كمان؟ حرام عليك يا حسام ما تظلمنيش اكتر من كده، انا عمري ما اخد حاجه من حد. امال مين يا حبيبتي يعني اللي خد الحاجه؟ جالك كلام يا حسام؟ كنت بقول لك نوع عليها حركات كده نص كم وانا مش مطمنه لها.
اديها كانت بايته جنبك في الاوضه عندها. نوع هتطلعي الفلوس والانسانه ولا لا؟ حسام خلاص ما تكملش كلامي، انا النهارده ماليش قاعده في البيت ده تاني. يلا غرف 60 داهيه، مش عايز اشوف وشك هنا تاني، حاجه قرف. خلاص يا حبيبي هدي نفسك، ما تزعلش نفسك في داهيه اي حاجه، المهم انت تبقى رايق. خلاص حصل خير. ماشي. يا بنت قلبت ليه مسيل؟ ايه ده يا سالي، هو مش ده الانسان اللي انت قلت على انها خدته منك؟ ما انا لقيته. لقيتيه؟ يعني ما عرفتيش حتى لقيتيه فين وامتى. لقيته وسط الهدوم كده، كنت حطاه تقريبا في جيب البالطو القديم او حاجه. يعني هو ما خدتوش؟ لا. طب تمام ماشي، اتفرج انت بقى على الفيلم. انت رايح فين؟ قايم بقى عشان انا مخنوق شويه وعايز ارتاح. مخنوق من ايه؟ هو ايه اللي ضايقك؟ في ايه بس؟ ولا اي حاجه، اصل الفيلم ده اتفرجت عليه 1000 مره، مش عايز اتفرج عليه تاني. شكل كده ظلمت نوع ولا ايه؟ وجيت عليها وحاسس ان سالي بتكذب عليا، وحاسس ان حوار الفلوس ده وراء ان، فلازم اكشف الحقيقه. بقى انت يا سالي بتلبسي نوع الحوار وهي بريئه؟ انا بقى مش عارفك ان كشفتك لحد ما وقعت في شرها. مالك؟ بقولك يا سالي. نعم يا حبيبي. انا هدخل اخد دش دلوقتي. ماشي خلاص، قبل ما تاخد شاور هكون انا خلصت الاكل. بصي يا نسمة، هي ما خدتش في ايدي اكتر من شهر، لبستها حوار الانسيال اول حاجة، وبعدين الفلوس، وهي غلط في داهية وحلت عن سمية. دي كانت قرف يا شيخة على قلبي. والله يا نسمة. طب يا نسمة يا حبيبتي، هبقى اكلمك تاني. ليه كملي مع نسمة، انا عادي مش غريب يعني. لا يا حبيبي خلاص، يعني كنت بحكي لها موضوع كده وخلصنا. ايه؟ طب طالما خلصت الموضوع مع نسمة بقى، كملي الحوار بعد ما خلصت الانسيال والفلوس اللي لبستيهم لنوها وطلقتها، استفدت انت ايه بقى؟ مش فاهمه انت بتتكلم في ايه. احنا هنحاور ولا ايه؟ ما تبطلي تمثيل بقى، ما خلاص اللعبه اتكشفت. ليه لبست نوها الانسيال والفلوس وظلمتيها؟ انا ما ظلمتش حد، انا عايزاك ليا لوحدي وبحبك وعايزاك تبقى معايا انا بس، مش عايزه حد يشاركني فيك يا اخي. لا فهو يا حبيبتي، انت الزوجه الثانيه مش الاولى، انت اللي جايه عليها مش هي اللي جايه عليك. ليه تظلميها؟ حرام عليك، عملت لك ايه؟ حسام هي غارت في داهيه خلاص. وبعدين انت بتحبني يعني، اتجوزتني انا يعني تاني، يعني انت بتحبني انا مش بتحبها هي. لا يا حبيبتي، انا بحبها وبحبك وبعد بينكم، لكن انت اللي قعدتي تسلطيني عليها كتير، وانا كنت بسمع كلامك ولبستيها سرقه وسمعتي كلامك وظلمتها. حرام عليك يا شيخه، ليه كده هي بتحبك؟ ليه بتحبني؟ غارت في داهيه يا اخي، بلا بتحبني بلا نيله. ومين قال لك انا راضي على الوضع ده؟ انا هرجع نوها تاني يا حبيبتي. ايه ترجع نوها تاني؟ استحاله ترجع طبعا نوها، خلاص هي مشي يا حبيبتي. بس سيبيني اكمل كلامي. نوها هترجع زي ما كانت وانت طالق، خلاص انت مش على ذمتي من النهارده. ايه؟ واطلع 5 دقايق ما اشوفكيش في البيت تاني، سمعتي؟ حسام. نعم يا حسام. ازيك يا نوها، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. نوها بجد انا مش عارف اقول لك ايه، انا اسف وعارف ان انا غلطت فيك وظلمتك، وانا اكتشفت الحقيقه وطلعت سالي خلاص. والله انا عارف ليه دبرت لك كل ده، وانا حقك عليا، انا كنت مغمي خالص عن الحقيقه، وانا ظلمتك، وانا هعود لك كل الايام اللي فاتت دي، وكل الظلم اللي فات ده انا هرده لك، فاستسمحي بس ترجعي تاني. خلاص يا حسام ماشي، انا هرجع بس بشرط واحد. ايه الشرط؟ ترجع سالي تاني. ازاي ارجعها انت؟ بتهزري؟ يعني بعد ما ظلمتك كل ده انت اللي طالبه مني ارجعها؟ بص يا حسام، انا عارفه سالي وعارفه والله انها طيبه ويعني كويسه جدا برضو، هما كان احنا كنا اصحاب زمان، بس المشكله بس انها كانت غيرانه بس شويه مني، بس مش اكتر يعني. رجعها بس عشان خاطري. يعني ده الشرط الوحيد ان انا عشان ترجعي ارجعها؟ عشان خاطري. والله يا نوى انت طيبه وانت حلال، مش عارف اقول لك ايه، ده انت قلبك ابيض قوي. خلاص عشان خاطرك انت بس انا هرجعها. ادخلي يا ست سالي. يا سالي يا ست نوى. حبيبتي يا نوى. معلش يا نوى ما تزعليش مني، والله غصب عني. انا كنت بعمل كده من الغيره، انت عارفه بقى الحكايه دي بتبقى غصب عني. يا سالي عادي والله، انت عادي يعني، مش زعلانه من اي حاجه. انا عارفه انك طيبه والله العظيم وقلبك ابيض، بس وحياه ربنا كان كل ده بيحصل مني غصب عني. يا سالي عادي يا سالي، احنا برضه صحاب يعني، في ايه؟ خلاص بقى، انتوا قطعتوا قلبي، وطالما انتوا كنتوا كده متفاهمين وحلوين مع بعض، انا قررت اكفيكم. ايه؟ ومحضر لكم حته هديه حلوه قوي. ايه هي؟ ايه الهديه؟ اتفضلي يا موسي، اتفضلي. احب اعرفكم ببوسي عقل ورزينه وكبيره، وتقدر تحل كل المشاكل اللي بينكم، وعشان كده قررت اتجوزها. ايه؟